ويا هلا بالشباب ويا هلا بمتابعيني. اليوم عندنا نيسان باترول 2022، طبعا 6 سلندر 4 لتر، السعر 21,600. هذه يا شباب 6 سلندر. يا شباب السيارة صرفية الوقود بالنسبة لها سيء جدا. وهذه يا شباب 6 سلندر 4 لتر 2022. مواصفاتها يا شباب 6 اكياس هواء، نظام حماية من السرقة، 7 سرعات، الماكينة 275 حصان. ويلا نشوفها من داخل. وهذا من داخل يا شباب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا السكان مخشب ما شاء الله، قشنات جلد، فتحة بالسقف، شاشة، الجير طبعا 7 سرعات، ما شاء الله السيارة ولا أروع. باترول السيارة يا شباب صناعة يابانية 100%. فيها شاشات خلفية والتكييف الخلفي، وهذه يا شباب طبعا الوقود خالي من الرصاص اللي هو 95، لازم تعبيها 95. بابطين، هذه فئة البلاتينيوم. وهذه من داخل يا شباب من الخلف، طبعا واسعة حق سفر، تحط اراضك، تزدح الكشين. حلوة السيارة ما شاء الله. حساسات خلفية، نظام الجر، حجم الرنجات 20. طبعا السيارة هذه اتوقع بدون تيربو، اصدار 70. وهذه فئة الثمانية سلندر، هذه الثمانية سلندر. ما في كاميرا أمامية طبعا. السعر طبعا 400 حصان، 400 حصان، السعر 3 يعني 24,000 تقريبا. صرفية الوقود ما تفرق وايد، سيء هذاك 8.6 هذا 8.2، ما تفرق وايد الوقود، ما يفرق. والوقود 98، هم خالي من الرصاص. وحجم الرنجات هذا 8 سلندر، حجم الرنجات هم 20، ولكن رنجاته هذا غير، الداخلية غير، الداخلية حمراء. هذه طبعا نفس مواصفاتها تقريبا. تلك القناة يشترك تابعنا تشوف كل شيء جديد. هذه يا شباب ماكينة الثمانية سلندر، ماكينة الثمانية سلندر، مراوح ميكانيكية ومراوح كهرباء. مراوح ميكانيكية اللي يسمونها كلتش مروحة، حتى تقريبا 6 سلندر هم كلتش مروحة. وهذه يا شباب بالنسبة حق 8 سلندر و6 سلندر ما يفرقون بالبنزين.